عسلامة عسلامة يا الحباب، واش راكم؟ واش راكم على الصحة؟ ان شاء الله تكونوا ديما ديما لاباس. اليوم نروح نحضروا مع بعض ونشارككم في لا غوسيت تاع نهار اليوم اللي هي لي بواسون او ليغوم. تابعوا لا غوسيت جوسكا لا فان، راكم رايحين تشوفوا كيفاش نحضر لا غوسيت تاع لي بواسون او ليغوم. بالنسبه للبواسون الحوت، انا خيرت لو باجو، ديت لو باجو. نتوما اختاروا اي حوت اي بواسون اللي حبيتو، سافا اتخ لي ميم انغريديون لي ميم ايبيس اي لا ميم غارنيتور اللي رانا رايحين نديروها في كل حوت ولا في كل بواسون اللي خيرتوه نتوما. نعطي لكم المقادير يا الحباب. ديال القارص قطعته هكذا اون ترونش، لو بوافرون روج طرشي هذاك الاحمر، عندي زوديا قطعتها هكذايا دي ترونش، البصل، المعدنوس، الروند، الكليل، زعتر، طوماطيش قطعتها هكذايا اون ترونش تاني، الطوماطيش موندي نحيت لها لابو نتاعها، سير تاع القارص وبشور تاع القارص تاني نسحو، دي التوم، زيت الزيتون، التوابل لي زيبيس، عندي راس الحانوت، فلفل عكري، فلفل الاحمر والبابريكا، الكرويه، الكمون. هنا عندي الفلفل الاحمر هذاك الحار شويه، عندي القزبر، الفلفل الكحل، وهنا عندي الملح. بلا ما نساو البطاطا اللي كنت غليتها درتها نص طياب، انا رايحين نديروها في الفوغ. هنا بالنسبه للثوم لاي، تقدروا تشوفوا عبر قناتي اليوتيوب تحضير وتخزين الثوم لمده طويله في الثلاجه، كومون كونسيرفي لاي او فريغو. هنا عندي depuis le 21 mars ملي حضرت هاد لا روسيت. انا نوريكم كيفاش النتيجه، مازالها هي هي بعد 2 mois déjà. يعني رايحه نستعمل هاد لاي اليوم pour le poisson. هذا لاي مقشر، انا شوفوا كيفاش مازالو هو نقرب لكم الكاميرا، باسكو درنا له بزاف الزيت الزيتون ودرنا له يعني الملح لو غرو سيل والقارص بيان سور. فوالا هذه راني حنستعملو بعد شهرين، نقدر نستعملو اليوم. الثوم اللي درناه بالقشور نتاعو، شوفوا شوفوا النتيجه، مازالها هي هي، مازال الثوم بيض، القشور القشره نتاعو مازالها بيضه. شوفوا parce que le, quand même le sel c'est un bon conservateur. وهذا اللي رحيناه في المزهر، شوفوا اللون تاعو مازال هو هو، ما تبدلش بزاف. هذا راني الحين نستعملوه. الناس اللي قالوا باللي الثوم يعني يولي كحل اللي تدرسيه يولي كحل، لا لا شوفوا ها نوريكم مازال هو هو. اليوم راني رايحه نستعملو في الحوت، يسهلونا في التحضير تاع الماكله نتاعنا. اون افونس ان تي بو دون ان ميكسور، انا رايحين نديرو كاع هادوك التوابل اللي عندنا، كمون، كرويه، فلفل عكري، راس الحانوت، فلفل الكحل، الملح. تخلي غير شويه ما نديرش كلش. رايحين نديرو الثوم هكذا باش ما نستعملوش بزاف الزيت الزيتون، باسكو نديرو الثوم. وفي الثوم كاين القزبر ديجا، واحد شحال درت هنا، واحد 4 سنينات تاع الثوم. راح نعملو المعدنوس لداخل، شويه تاع القارص، نعصو شويه تاع القارص، وشويه تاع زيت الزيتون منا. نغا ميكسي لونسومبل. نديرو واحد مغرفة هكذا تاع التوم، هلا هاي لي كوش قعد لي من رمضان، طيبتها كاع عيتيك. شوف هاي
رايحين نديرو هذاك الثوم بقشورو. فوالا رايح يطلق بنه هايل. انا نديرو واحد ثلاثة. شوفوا لا كولور نتاعو مازالها هي هي. نديرو لها شويه تاع الزيت. ديجا كاين القزبر، نديرو شويه تاع القزبر اون غران هكذا. القارص تاني نخلو هادو ما كاع يسخنو شويه، نخلو كاع هادو ما يسخنو. ما نحب نستعمل الفلفل الكحل اون غران خير، عندو بلوس دو سافور بلوس داروم اي بلوس دو غو كل الفلفل الكحل هذاك الملحي، وخير من الفلفل الكحل هذاك الابيض. نصيحه نعطيها لكم. ما نديروش الملح باسكو التين ديجا فيها الملح و لي غرو سيل. فوالا اون فا ليجيرمون غريي كاع هداك السيترون مع التوم باش يطلقو كاع لي زاغون تاعهم، باش يطلقو كاع هداك لو سوك تاعهم. غير شويه انا راني رايحين نديرو الطوماطيش. لي زيبيس لي خليتهم تاني خليتهم فيغ لا فان باش ما يتحرقوش. رايحين نعملو البصل، لا كاروت، البصل، الفلفل الاحمر تانيك، نطيبوهم نص طياب برك سيتو. المعدنوس غير لي تيش تاع المعدنوس. نطلقو عليها نخلوها 10 دقايق با بلوس. هاديك لا بريباراسيون اللي درناها مازالها سخونة. هنا رانا رايحين نعملو الكليل، زعيطرة والروند، زوج ولاقي تاع الروند. راح نديرو كلش لداخل علاش ما طيبهمش، باش يطلقو باش يقعدو نحافظو على لي زاغوم نتاعهم. رانا اون بليس القدرة مازالها سخونة، نطلقو عليهم يطلقو كاع هاديك البنة نتاعهم. بالنسبه للحوت غسلتو، جلي زي ايكاي جلي زي فيدي على الانتيريور باسكو معمر بزاف بلي زيكاي بلي كاي من الفوق، لازم اون لي زيكاي شويه. اما بالنسبه لاتيت نتوما لكم الاختيار، انا لاتيت نخليها الراس نخليه باسكو يقول لك في الراس كاين بزاف البنه. حبيتو تقطعوا الراس قطعوا الراس، انا نخليها هكذا ان بواسون اونتي. شوفوا شحال شباب. فوالا هنا نروحو نشلحو شويه برك ماشي بزاف، غير نشلحو باش تخلو هذيك البنه لداخل. هذيك لا مارينات لي اون لا بريباري اون فا ماريني افيك لو بواسون. ندخلو بيان هذيك لا مارينات لداخل، سورتو في لا تيت سورتو في الراس. رايحين ندخلو باش تتلقى هذيك البنه، كما يقولو في العظم البنة في العظم. نضحكو بيان هاد لا مارينات. هادي نقدرو نوجدوها الصباح بولا بخيميدي، وما نخلوها واحد زوج سوايع لا مارينات. ما توت لي مارينات نخلوهم واحد زوج سوايع، ولا الصباح نديروها الصباح نخلوها للعشية. لا فيغيتي نقولكم صح صح ما نكذبش عليكم، كاع هذا واش راني ندير لا مارينا دي تو البنة هنا كاع ما كانش في لي بواسون. يا ميزينك لي بواسون تاع البلاد تاع الجزائر، او لا 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 شحال بنان مازال ما كليتهمش هنايا.
هكذا نخليوه نفيميه ونخليه واحد زوج سوايع بلا مارينات ديالو، ومن بعد نعاود نولي عندكم يا الحباب. لا بوم دو تير نفرشوا لا بوم دو تير من هنايا سور البلاطو. انا درت البابي كويسون، حنا مول بيرسيل هنا نفرشوا كاع هاني الكليل. زعتر جيبوا الحوتة، يقول هدر يا سيال حوتة شو وقتيني بغداك يا العوامة. انا شنو اللي خاطيني فعلا ديروها هكذايا زيت من البحر والصيادة في بحر الحب، والصيادة في بحر الحب غامقة يا العوامة. ما اسمك منها غير شكون اسمك منها غين طويل العمر. فوالا يا خاطيني انا نغنى، نغنى عنده مولاه مولاتو هوتا شمقتيني بالحب العوامة هيتن وحرام. انا نديرو شوية تاع لتخونش دو سيترون هكدايا تاع لو سيترون هكدا، والصيادة في بحر الحب غامقة العوامة. ما سنك من غير طويل العمر. عاصم غوية الله يرحمه درياسة، خلالنا واحد التراث نقدر نفتخر به حنا كجزائريين. الصيادة في بحر الحب غامقة، هذي كاع الحوتة نغنو على الحوتة. نديرو دي طرونش تاع طوماط هكدا من الفوق، باسكو لي طوماط راهم كاع من التحت تطلقو على الحوتة. الحوتة مسكينة غناكلوها، نشاهدكم في الجنة إن شاء الله. هكدا الراس لاصوص مريت شحال نرميها، طلقت البنه تاعها راني نعملها هنايا هاكا قاعيتك تخبات كاع الحوطه مسكينه. ديروا لها انا نغطيها هذاك البابي كويسون وندير لها لو بابي الوم الفوق، نشعلوا الفرن على درجه الحراره 200 اون لون فورن ا 180 دغري، ندخلوها على درجه الحراره 180 اون سورفي لا كويسون واحد 35 حتى 40 دقيقه كل واحد والفرن تاعو. الحوت نتاعنا لو باجو راهو حاضر، ندوزو للطاوله التقديم نتاعو يا الحباب. نقدم لكم يا الحباب الحوت اللي درناه نهار اليوم لو باجو، وانتم كما قلت لكم اختاروا اي حوت اللي حبيتوه. نروحوا نقسموه مع بعض يا الحباب، حنا خلاص رمضان نقدروا نذوقوا نولوا للعادة.
نعملو له شويه تاع القرص من الفوق. نقولو كوريكت، نقولو كوريكت ان تي بو. كوريكت صافا. عملنا له شويه تاع بطاطا زوديا، هاي كروكونت ماشي طايبه بزاف بزاف زوديا. باش نقول لكم يا الحباب تابعوا لا روسيت، راكو الحين تنجحوا فيها. ما عليا غير نقول لكم الى اللقاء، الى بروشين فيديو ان شاء الله يا الحباب.